واستمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى شرح وكيل أول محافظ البنك المركزي أيمن حسين عن جناح البنك، والذي أكد أن البنك المركزي يحرص على المشاركة في المعرض والمؤتمر لعرض جهوده في التحول الرقمي والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية. جهود البنك المركزي واللي نتجت معظمها من استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهم دعائمها استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار اللي ساهمت في نمو الشركات، عدد الشركات اللي بتعمل في مصر في هذا المجال من 32 شركة في عام 2017 وصولا إلى 177 شركة في عام 2022، نجحت في جذب ما يزيد عن 800 مليون دولار في عام 2022. منها كمان منظومة الدفع الوطنية ميزة اللي عدد بطاقاتها وصل لما يزيد عن 30 مليون بطاقة من إجمالي 62 مليون بطاقة مصدرة في مصر، محافظ الهاتف المحمول اللي وصل عددها ل 36 مليون محفظة اللي هي ميزة ديجيتال، التطبيق الأشهر على الإطلاق حاليا اللي هو انستا باي اللي بيستخدمه معظم المواطنين والعملاء في الوقت الحالي، نجح في جذب 6.2 مليون عميل في فترة قصيرة قوي في سنة ونص. وصلنا لعدد 1.2 مليون نقطة بيع إلكتروني، عدد 23,000 مكنة صراف آلي منتشرة في أنحاء الجمهورية. كل ده بيعمل كمان من خلال منظومة أمن سيبراني قوية بيشرف عليها مركز الاستجابة للطوارئ الحاسب الآلي اللي بيخدم القطاع المالي.